أنا اسمي إبراهيم أبو عودة. كان نفسي أصير صحفي، بس تصوبنا في المدرسة، استهدفوا المدرسة وتصوبنا وبدرت يدي، وهذا كيف بدي أكمل حياتي وأنا إيدي مقطوعة؟ وهذا منا نسافر ركب إيد صناعية وإيش أتعالج برا، نفسي أسافر أتعالج وخلص وأصير أكمل حياتي وأركب إيد، وكيف بدي أعمل كل الشغلات اللي بنفسي فيها وأنا إيدي مقطوعة وعيان. من تسافر للخارج، تسافر تركب إيد الصناعي، من خلوني خلينا نتعالج وخلاص.